Have you ever felt? Are you listening? Damn. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أديان. النهاردة الحلقة بعنوان البرامج المهمة جدا اللي بتخلي الألعاب تشتغل في النسخ القديمة، بمعنى إن أنا مثلا عندي جهاز ضعيف، فالجهاز الضعيف ده مش ممكنني إن أنا أسطب نسخة زي نسخة 10 اللي هي النسخ اللي بتبقى تقيلة 64 بت والحاجات دي. النسخ دي في الغالب بيبقى معلاش اي مشاكل، لان بتبقى شركة مايكروسوفت بتدعمها وبتديلها التحديثات الجديدة اول باول، فمبيبقاش فيها مشاكل. طب دلوقتي اللي مشغل نسخة مثلا 7 او نسخة 8، النسخ اللي هي القديمة شوية دي، الاصدارات اللي سيرفيس باك 1 والكلام من ده، فتبص تلاقي في مشاكل دايما. تيجي تفتح اللعبة، مش شرط سلك رود بس، العاب كتيرة تانية تيجي تفتحها تلاقيه يقول لك ده ناقص ملف ديل مش عارف ايه، ده ناقص تشغل دايركت اكس باسم معين وشكل معين، ده ناقص ايه، وتلاقي بقى في مشاكل كتيرة في الالعاب والالعاب مش قادرة تشتغل. فهو حلها البرنامجين دول، هتلاقيني ضايفهم لك في الرابط تحت، هتخش تحمل وتسطب وتدعيلي ان شاء الله الالعاب اللي عندك تشتغل. تمام، هنبدأ بالبرنامج المهم الأولاني، وهو برنامج الدايركت اكس المسؤول عن الألعاب كلها. البرنامج ده في بعض الألعاب تلاقيها بتطلبه بالاسم دايركت اكس اس دي كي. البرنامج ده هو انت ممكن تخش تدور على على جوجل، فتقعد تدور كتير واعلانات وحاجات كده، فانا قلت احطه لكم بطريقة سهلة يدوبك تخش تحمله. ده البرنامج الاول. طبعا طريقة التسطيب الطريقة العادية اللي كل الناس عارفاها، وهي انك بتفضل تضغط نيكست الى اخره لحد فينش، فتلاقي البرنامج اتسطب معاك واللعبة اشتغل. طب دلوقتي انا يا عم ادريانو سطبت اللعبة دي، وبعد ما سطبت اللعبة ما اشتغلش برضو معايا اللعبة وبتطلع لي مشكلة في الدل. طيب دلوقتي الدل ده عموما بتبقى ملفات تكملة للويندوز، بيبقى الويندوز ناقص ملفات، الملفات دي الالعاب بتعوزها. لو هي مش موجودة بنيجي بقى نعمل ايه؟ بنسطب البرامج دي اللي هي برامج المايكروسوفت فيجوال بيزك، وكمان في برنامج كمان اللي هو برنامج الفريم ورك. تمام، البرنامجين دول هم اهم البرامج اللي بتشغل الالعاب. فانا منزل لك ملف، كل اللي انت عليك تعمله هتضغط انستول اول. تمام، وبعد انستول اول هتسيب الجهاز يحمل معاك ويسطب كل البرامج اللي هي المفروض تتسطب واللي النسخة عايزاها. طبعا رسائل المشاكل ديت ان هو بيقول لي يعني ان انا مسطب البرامج دي كلها، فاحنا هنكنسل. تمام، في الغالب انت بتسطب البرامج، بعد ما بتسطب بتلاقي المشاكل كلها اتحلت زي السحر بالظبط. فان شاء الله يكون انا قدرت اساعدك في انك تحل مشكلة في ان الالعاب اللي انت عايزها او لعبة سيلك رود تشتغل معاك. لو ما اشتغلتش، طيب دلوقتي انا سطبت دول كمان وما اشتغلتش، هتلاقي في ملفات بس في فيديو تاني انا هحاول ادمج الرابط بتاعه برضو في الفيديو ده، اسمها ملفات الدل. دي ملفات خاصة، كل اللي انت بتعمله ان انت بتخش تجيب الملفات دي. ثواني كده هدور عليها. تمام، ملفات الدل دي بتقوم جاي عامل كنترول A، تختارهم كلهم، تضغط كليك يمين وبعد كده كوبي، تروح للنسخة اللي هي C وبعد كده ويندوز، وبعد ويندوز هتقوم جاي حاططهم هنا مكانهم هنا كده، تقوم جاي ضغط كليك يمين وعامل بيست. تمام،
طبعا انا شغال على النسخة التن الاحدث، فهي ما فيهاش اي مشاكل، بس في بعض النسخ القديمة بتواجه المشاكل دي. فانت بتخش على ويندوز، تضغط كليك يمين وتعمل بيست، وبعد كده تلاقي الالعاب هتشتغل معاك، وده شيء انا مجربه في النسخ القديمة قبل ما نحل مشاكل الأجهزة الضعيفة. يعني في الجهاز الضعيف بتاعك ده اللي هو بيبقى عبارة مثلا عن رامة 2 جيجا، بروسيسور إصدار قديم، فبتلاقي الألعاب تقيلة فيه. الألعاب بتبقى تقيلة فيه بسبب إن النسخة أصلا قديمة، مش الجهاز وبس. يعني الجهاز سبب رئيسي، السبب التاني إن هو النسخة. يعني ممكن يكون معاك جهاز حديث وقمت مسطب له نسخة إصدارها قديم، فتلاقي الألعاب ما تشتغلش. طب إزاي أنا عندي جهاز قوي وعالي والألعاب ما تشتغلش عليه؟ ما تشتغلش عليه عشان النسخة إصدارها قديم، لأن نسخة الويندوز بتلعب عامل رئيسي في تشغيل الألعاب وتشغيل البرامج وتشغيل حاجات كتير. فطبعا أنت عندك جهاز ضعيف، فما أنتش قادر تنزل النسخة الحديثة، لأن النسخة طبعا كل ما بتبقى أحدث كل ما بتبقى ملفاتها اكتر وبرامجها اعلى، فبتخلي الجهاز يهنج. فاحنا دلوقتي بنتعامل مع النسخ القديمة. انت هتخش تسطب البرنامجين اللي انا حاططهم لك في رابط تحت، وان شاء الله المشاكل هتتحل. لو الفيديو عجبك ما تنساش تضغط لايك، ولو اي العاب ما اشتغلتش معاك اكتب لي تحت المشكلة، وان شاء الله انا هحاول احلها لك. شكرا، سلام عليكم.